السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ هنشتغل دلوقتي في ليكتشر 2 في البروبابيليتي. في الليكتشر دي هنشوف البروبابيليتي بتاعت الايفنتس. فبنعرف البروبابيليتي بتاع ايفنت A بان هو السم بتاع الويتس بتاع كل السامبل بوينتس اللي موجوده في الاي. احنا كنا عرفنا في المحاضره اللي فاتت ان الايفنت بيبقى سبسيت من السامبل سبيس. فالسامبل سبيس في مجموعه من البوينتس، يعني لو قلنا السامبل سبيس اس في مجموعه من البوينتس كابيتال ان، الايفنت A بيبقى فيه مجموعه من النقط، مجموعه جزئيه من السامبل سبيس دي، يبقى مثلا نقول سمول ان. فبنقول البروبابيلتي بتاعت ايفنت A هي الويتس بتاعت البوينتس دي اللي هي ان سمول في السامبل سبيس كله، والبروبابيلتي بتاعت ايفنت هي فرصه حدوث الايفنت ده. فبنلاقي دايما البروبابيلتي بتاعت الايفنت A بتبقى اكبر من او تساوي 0 واقل من او تساوي 1. لو الايفنت ما فيهوش ولا element، يعني كان empty set اللي هو الفاي يعني، فالبروبابيلتي بتاعته بزيرو. طيب لو كان الايفنت هو السامبل سبيس نفسه، يعني يحتوي على كل السامبل بوينتس، فبالتالي البروبابيلتي هتبقى 1، لان لو جمعت كل الويتس بتاع البوينتس كلها هنلاقي ان ايه المجموع ده هيساوي 1. وبنقول على الفاي ده الامبوسيبل ايفنت لانه مستحيل ان هو يحصل. وبنقول على الاس اللي هو الشور ايفنت دي، لان اكيد اي بوينت في السامبل سبيس هي ايه اللي هتحصل عندنا. طيب عندنا اكزامبل، بنقول لو رمينا داي، الداي ده مش فير، يعني هو لودد بحيث ان البروبابيلتي بتاع ايفن نمبر ضعف البروبابيلتي بتاع اود نمبر، ماشي. ففي الداي ده هو بيطلع لي من 1 ل 6، البروبابيلتي بتاع الايفن نمبر اللي هو 2 و4 و6، اي واحده فيهم البروبابيلتي بتاع اي ايفن نمبر ضعف البروبابيلتي بتاع اي اود نمبر اللي هما 1 و3 و5. بنعرف الايفنت اي ان هو الايفنت ان يحصل لي رقم اقل من 4. طيب عايزين نجيب البروبابيلتي بتاعت الاي، فبنقول بقى ان انا عندي البروبابيلتي بتاعت 2 هي البروبابيلتي بتاعت الايفنت اللي فيه 4، هي البروبابيلتي بتاعت الايفنت اللي فيه 6، دي ضعف البروبابيلتي بتاع الايفنت اللي هو عباره عن 6 في 1، وبرده ضعف البروبابيلتي بتاع الايفنت اللي هو في عباره عن 6 في 3، وبرده نفس الكلام ان ايه ان هو ضعف البروبابيلتي بتاع الايفنت اللي هو فيه الاليمنت 5. طيب وعندك معادله كمان بتقول ان البروبابيلتي بتاعت الايفنت اللي هو عباره عن سيت 1 زائد البروبابيلتي بتاع الايفنت اللي هو سيت 2 زائد لحد البروبابيلتي بتاعت الايفنت اللي هو عباره عن سيت فيها 6 بتساوي 1، لان دي كل الايه الايفنتس المكونه للسامبل سبيس، فمجموع البروبابيلتيز دي هتساوي 1. طيب باستعمال المعادلتين دول هنقدر نحسب البروبابيلتي بتاعت الايفنت اللي هو عباره عن سيت 1 او البروبابيلتي اوف الايفنت اللي هو عباره عن سيت 3، كل ده برضو البروبابيلتي بتاعت الايفنت اللي هو عباره عن سيت 5، كل ده يساوي 1 اوفر 9. على الجانب الاخر بقى البروبابيلتي بتاعت الايفنت اللي هو فيه ايفن نمبر هنلاقيها 2 على 9، ده لو حلينا المعادلتين دول مع بعض. طيب الايفنت اي هو عباره عن سيت فيها 1 و2 و3، يبقى البروبابيلتي بتاعت الايفنت اي هو البروبابيلتي بتاعت الايفنت اللي هو فيه 1 زي البروبابيلتي بتاع الايفنت اللي هو عباره عن 2 بس، البروبابيلتي بتاع الايفنت اللي هو عباره عن 3 بس. هنجمع البروبابيلتيز دي يبقى 1 اوفر 9 بلس 2 اوفر 9 بلس 1 اوفر 9 تطلع 4 اوفر 9. طيب في المثال الثاني بقى بنقول بالرجوع للمثال 1، لو كان الاي هو الايفنت ان يطلع لي ايفن نمبر، وكان البي هو الايفنت ان يطلع لي نمبر ديفيزبل باي 3 يعني بيقبل اسم على 3، عايزين نجيب البروبابيلتي بتاعت اي يونيون بي والبروبابيلتي بتاعت اي انترسكشن بي. طيب نقدر دلوقتي نكتب ايفنت اي هو عباره عن الست اللي فيها الاليمنتس اي 2 و4 و6 اللي هما الايفن نمبرز. طيب الايفنت بي هو الست اللي فيها 3 و6 اللي هما الارقام اللي بيقبلوا الاسم على 3. فاقدر اقول بقى ان الاي يونيون بي هو عباره عن الست اللي فيها 2 و3 و4 و6،
طيب والانترسكشن، انترسكشن ما بين A و B هنلاقي الاليمنتس المشتركة بس هما ايه؟ الستة، فيبقى عبارة عن ايه؟ انترسكشن B عبارة عن ست فيها ستة. طيب عايزين بقى نجيب البروبابيلتي بتاعت A يونيون B، هنجمع البروبابيلتي بتاعت الايفنت اللي هو عبارة عن اتنين بس، والبروبابيلتي بتاعت الايفنت اللي هو تلاتة بس، زائد البروبابيلتي بتاع الايفنت اللي هو اربعة، والبروبابيلتي الايفنت اللي هو الايه اللي فيه ستة، تجمع يبقى 2 على 9 زائد 1 على 9 زائد 2 على 9 زائد 2 على 9 يبقى 7 على 9. طيب البروبابيلتي بتاعت A intersection B اللي هي البروبابيلتي بتاعت ايفنت اللي هو عبارة عن ست فيها ستة بس، هو يطلع كام بقى؟ 2 على 9. طيب هنا بنقول لو احنا عندنا experiment بتطلع ان different من ال outcomes كلهم equally likely، يعني probability بتاعت اي واحد فيهم قد التاني، وكان ال event A في n بس من ال outcomes دول، ان small يعني ال outcomes دول، يبقى اقدر اقول probability بتاعت event A هو عبارة عن ال n small على ال n capital. ال n small ده اللي هو العدد ال elements اللي في ال event A، وال n capital هو العدد عدد ال elements اللي في sample space. في المثال ده بيقول عندنا class of engineers، ال class ده فيه 25 industrial major و 10 mechanical و 10 electrical و 8 civil engineering. طيب لو هنختار فيهم واحد at random، عايزين بقى ال probability ان ال student اللي اخترناه يكون industrial engineering major، ده بارت A، بارت B يكون civil engineering او electrical engineering major. طيب فاحنا ممكن ندي symbols I event يعني ان يطلع لي industrial engineering major، M للميكانيكال، E للالكتريكال، و C للسيفل. تمام. طيب هنا بقى ايه عدد الستودنت في الكلاس؟ هيبقى 53 اللي هم 25 بلس 10 بلس 10 بلس 8، المجموع ده 53. طيب يبقى دلوقتي احنا عايزين بقى نجيب probability ال i اللي هو عدد الستودنت اللي في ال i على عدد التوتال ستودنتس، اللي هو يبقى 25 على 53. طيب probability C union E اللي هو civil engineering أو electrical engineering، يبقى إيه؟ C union E، يبقى probability C union E هتساوي اللي في C 8 واللي في E 10، يبقى المجموع بتاعهم 18، يبقى probability بتاعت C union E هتساوي 18 على total اللي هو 53، يبقى 18 على 53. طيب دلوقتي بقى هناخد الاتيتف رولز، بنقول لو عندي A و B تو ايفنتس، يبقى probability A union B هي probability A زائد probability B ناقص probability الانترسكشن. طب وده ليه بقى؟ لو بصينا في الفن دايجرام ده هنلاقي لما اجي اجمع probability A على probability B هلاقي الريجون اللي هي بتمثل ايه انترسكشن بي هتتجمع مرتين، لكن انا عايز بقى اخدها مرة واحدة عشان اخد اليونيون اللي هو ايه يونيون بي اللي هي المنطقة دي كده، فانا عايز اخد الجزء اللي هو بتاع الايه لوحده ده مرة واحدة، والجزء بتاع البي لوحده ده مرة واحدة، والجزء بتاع الانترسكشن مرة واحدة. بس انا لما هاجي اجمع probability الايه اللي هي دي اللي هي بتمثلها الريجون دي وprobability البي اللي هي بتمثلها الريجون دي، هلاقي probability الانترسكشن اللي هي الريجون دي كده دي بتتجمع مرتين، فعلشان احسب بقى probability اليونيون يبقى ايه هشيل probability الانترسكشن عشان تبقى معايا مره واحده بس. طيب وبالتالي هنوصل للرول ده اللي هو probability الاي يونيون بي تساوي probability الاي زائد probability البي ناقص probability الانترسكشن. طيب لو كان الاي والبي ماتشولي اكسكلوسيف، قلنا المره اللي فاتت يعني ايه ماتشولي اكسكلوسيف؟ يعني disjoint، يعني الانترسكشن بتاعهم بفاي، فبالتالي بقى هيبقى probability الانترسكشن بزيرو، لان هيبقى مفيش ما بينهم انترسكشن، probability الفاي دي بزيرو. تمام. ف
فبالتالي بقى يبقى probability A union B يساوي probability A زائد probability B. طيب لو انا عندي بقى كذا event n من events يعني A1 A2 A3 لحد AN كلهم mutually exclusive، يبقى probability بتاع union بتاعتهم بتساوي probability A1 plus probability A2 زائد لحد probability AN. ده لان ايه مفيش intersection ما بينهم، يعني الانترسكشن ب 5 فوق الانترسكشن ب 0. طيب لو انا عندي 3 ايفنتس وعايزين نحسب probability A union B union C، وهنا بقى دي حاجه جنرال يعني ممكن يبقى في ما بينهم ايه انترسكشن مش بفاي يعني. طيب فالمثله بالفن دايجرام بالشكل ده، احنا عايزين بقى نجمع المنطقه دي كلها، نحسب probability بتاعت المنطقه دي كلها. طيب ممكن الريجون دي المنطقه دي تقسمها لسبع ريجونز مترقمه من 1 لحد 7، عايزين نجمع كل ريجون فيهم، نجمع probability بتاعت كل ريجون فيهم مره واحده بس. طيب فبنقول probability A زائد probability B زائد probability C. هتلاقي لما هنجمع التلات ترمات دول هلاقي المنطقة 1 و2 و3 اتحسبت مرة واحدة، أما المنطقة 4 اتحسبت مرتين، مرة في probability A ومرة في probability B. المنطقة 5 مرتين، مرة في probability A ومرة في probability C. طب المنطقة 6 مرتين برضو، مرة في probability B ومرة في probability C. والمنطقة 7 دي اتحسبت 3 مرات، مرة مع probability A، مرة مع probability B، مرة مع probability C. طيب فعايزين بقى نشيل بقى ايه التكرار اللي حصل ده، فبنروح بقى ايه عاملين minus probability A intersection B minus probability A intersection C minus probability B intersection C. طيب لما اجي اطرح الترمات دول ال A intersection B فيها المنطقة 4 و7، طب وال A intersection C 5 و7، ال B intersection C 6 و7. طيب فلما اطرحهم الاقي ان انا شلت 4 و5 و6 تمام، وشلت 3 مرات ريجون 7. فلما انا شلت مرة واحدة من 5 و6 و7 يبقى انا كده خلاص خدت 4 و5 و6 مرة واحدة، لان انا اوريدي كنت واخدهم مرتين، فلما شلتهم مرة يبقى انا واخد 4 و5 و6 مرة واحدة. ماشي، طب 7 انا كنت واخدها 3 مرات وشلتها 3 مرات، ف7 ما بقتش معايا، فعشان اخد 7 معايا هروح جامع probability A intersection B intersection C، وبالتالي هيطلع لي بقى الرول بتاع probability A union B union C بتساوي probability A زائد probability B زائد probability C minus probability A intersection B minus probability A intersection C minus probability B intersection C، وبعد كده بقى بلس probability A intersection B intersection C. في المثال ده عندنا جون هيتخرج من Industrial Engineering Department في نهاية السمستر، وبعد كده هيعمل انترفيو في 2 companies. طيب احتمال ان هو ياخد offer من company A هي 0.8، واحتمال ان ياخد offer من company B تساوي 0.6. طيب واحتمال انه ياخد offer من 2 companies مع بعض 0.5. عايزين نحسب احتمال ان هو ياخد على الاقل 1 offer من ال2 companies. فهنا بقى عشان نحسب احتمال اتليست ان ياخد 1 offer، يبقى يا اما ياخد offer من A او offer من B اللي هي probability A union B. طيب الجيفن ايه؟ الجيفن البروبابيلتي اوف ايه اللي هو احتمال ان ياخد اوفر من ايه، وجيفن كمان بروبابيلتي بي احتمال ان ياخد اوفر من بي، وجيفن بروبابيلتي الانترسكشن اللي هو احتمال ان ياخد اوفر من الاثنين مع بعض اللي هو بروبابيلتي انترسكشن بي. فلما نستعمل بقى الرول بتاع الاتيتف رول يبقى هنقول بروبابيلتي ايه من بي هي بروبابيلتي ايه زائد بروبابيلتي بي ناقص بروبابيلتي الانترسكشن اللي هي بتساوي 0.8 بلس 0.6 ماينس 0.5 ده بتساوي 0.9. طيب في المثال ده بنقول عايزين نحسب probability ان احنا نوصل لتوتال 7 او 11 لما نرمي بير اوف فير داي. طيب لما هنرمي التو داي ونشوف المجموع هنلاقي بقى ايه ان امتى يحصل لي مجموع 7، لو كان في الرمية الاولى 1 والتانية 6، أو في الأولى 2 والتانية 5، أو 3 و4، أو 4 و3، أو 5 و2، أو 6 و1 تمام. وبالتالي يبقى أنا إمتى يحصل لي توتال 7
ده بست رميات من ايه، من 36 ست احتمالات يعني، 6 بوينتس من 36 سامبل بوينتس. ان انا لما هرمي 2 داي عدد السامبل بوينتس هيبقى 36، في 6 منهم هيحصل لي توتال 7. طيب وهنعرف الايفنت بي ان هو يحصل لي توتال 11. امتى يحصل لي توتال 11؟ لما ارمي 2 داي لو انا جالي 5 و6 او 6 و5. فبالتالي توتال 11 ده هيحصل في 2 سامبل بوينتس من الاي توتال سامبل بوينتس. طيب وهنا بما ان الداي فير يبقى كل السامبل بوينتس ايكوالي لايكلي، كلهم ليهم نفس الاحتمال، وبالتالي هقدر اقول بروبابيلتي الاي هي بتساوي عدد النقط اللي في الاي على عدد النقط اللي في السامبل سبيس، تبقى 6 على 36 اللي هي 1 على 6. وبروبابيلتي البي بتساوي عدد البوينتس اللي في البي على عدد البوينتس اللي في السامبل سبيس اللي هي بتساوي 2 على 36 اللي هي بتساوي 1 على 18. طيب احنا عايزين بقى ايه، نجيب بروبابيلتي ان يحصل لي 7 او 11. يبقى هنجيب بروبابيلتي احنا خدنا بروبابيلتي ان يحصل لي 7 هي الايفنت ايه، عرفنا الايفنت ايه ان هو ان يحصل لي توتال 7، وعرفنا الايفنت بي ان يحصل لي توتال 11. فانا عايز احسب بروبابيلتي ايه يونيون بي اللي هي بتساوي بروبابيلتي ايه زائد بروبابيلتي بي ناقص بروبابيلتي الانترسكشن. بس هنا مفيش انترسكشن لان مش هينفع يحصل لي توتال 7 وتوتال 11 في نفس الوقت. فهقدر اقول ان الاي والبي ماتشوالي اكسكلوسيف، وبالتالي هقدر اقول بروبابيلتي اليونيون هي بروبابيلتي الاي زائد بروبابيلتي البي، فاجمع تو بروبابيلتيز من غير ما اطرح انترسكشن. الانترسكشن اصلا البروبابيلتي بتاعته ايه؟ بزيرو. طيب بنقول لو الاي والاي داش اللي هو الاي كومبلمنت، عندي الاي والاي كومبلمنت، بنقدر نقول ان البروبابيلتي بتاعتهم مجموع البروبابيلتي بتساوي 1. قلنا الاي كومبلمنت عرفناه المره اللي فاتت هو اللي فيه كل السامبل بوينتس في السامبل سبيس ما عدا البوينتس اللي في الاي، فهو بتساوي الاس ماينس الاي. طيب عندنا مثال بنقول في عمليه مانيفاكتشرنج السبيسيفيكيشن بتاع الكمبيوتر كيبل ان هو يبقى 2000 بلس اور ماينس 10 ملم، يعني يكون من اول 1990 لحد 2010. طيب وكان معروف ان سمول كيبل اللي هو هيبقى بالنسبه لنا هيبقى ديفكتيف، ما حققش السبيسيفيكيشن، يعني اقل من 1990. احتمال ان انا اوصل لسمول كيبل زي احتمال ان انا اوصل للارج كيبل اللي هو برضه يبقى ديفكتيف اللي هو يكون ايه اعلى من 2010. طيب هنا بقى بيقول ايه، ده بيفصل اللي احنا قلناه ان البروبابيلتي ان يبقى عندي كيبل اللينس بتاعه 2010 هو البروبابيلتي ان يبقى عندي كيبل اقل من 1990. طيب وقال ان البروبابيلتي ان البرودكشن عمليه البرودكشن تحقق السبيسيفيكيشن 0.99، يعني البروبابيلتي ان يطلع لي طول الكيبل من 1990 لحد 2010 بتساوي 0.99. طيب المطلوب ايه؟ مطلوب البروبابيلتي ان الكيبل اللي هنختاره ات راندوم يطلع تو لارج، يعني يطلع اكبر من 2010. وفي بارت بي عايزين نحسب بروبابيلتي ان الكيبل اللي هنختاره بشكل عشوائي يطلع اكبر من 1990. فهنا هنعرف الام هي الايفنت ان يطلع لي كيبل يحقق السبيسيفيكيشن، ام يعني مقصود بيها ميديوم يعني اللي هيحقق السبيسيفيكيشن. وهنعرف اس وال ان هما الايفنتس ان يطلع لي الكيبل تو سمول اللي هو يكون اقل من 1990 وتو لارج ريسبكتفلي بالترتيب، يعني الاس بتعبر عن ان يطلع لي كيبل طوله اقل من 1990 والال بتعبر عن ان يطلع لي كيبل طوله اكتر من 2010. طيب فاقدر اقول دلوقتي ان probability الام بتساوي 0.99، ده من الجيفن في السؤال لان هو بيقول لي probability ان يتحقق السبيسيفيكيشن هي 0.99. طيب probability بقى الاس هي قد probability ال، لان هو قال probability ان يطلع لي سمول كيبل زي probability ان يطلع لي لارج كيبل. سمول ولارج يعني معناها ان هم ايه، خرجوا بره الرينج اللي هو من 1990 لحد 2010، يعني السمول يبقى اقل من 1990 ولارج ان هو يبقى اكبر من 2010. طيب هو قال لي في سؤالين ان هم متساويين، طيب والاثنين مجموعهم كام؟ 1 ناقص 0.99، يعني الاثنين مجموعهم ب 0.01،
هو probability ال S هي قد probability ال L اللي هي بتساوي 0.01 على 2 اللي هي 0.005. تمام كده؟ يعني probability ال S بتساوي probability ال L بتساوي 1 ناقص 0.99 over 2 اللي هي 0.005. طيب بعد كده بقى السؤال اللي بعده، كان طالب probability ان ال X اكبر من او تساوي من 1990. طيب فنقدر نقول ايه بقى؟ ان انت عندك probability ال M اللي هي probability ان ال X من 1990 لحد 2010 دي كانت 0.99. طيب و probability ان ال X اكبر من او تساوي 2010 اللي هي probability ال L بتساوي 0.005. فاقدر اقول ان probability ان ال X اكبر من او تساوي 1990 هي probability ان الاكس تكون من 1990 ل 2010 زي probability ان الاكس تكون اكبر من 2010 اللي هي probability الام زي probability ال اللي هي بتساوي 0.995. او ممكن كمان كنا نجاوبها بطريقه ثانيه، نقول probability ان الاكس اكبر من او تساوي 1990 زي probability ان الاكس اقل من 1990 بتساوي 1، لان الاثنين دول كده كومبلمنت لبعض، فمجموع probability بتاعتهم يعني probability بتاع الاول زي probability بتاع التاني اللي هو complement بتاع الاول تساوي 1. طيب احنا عايزين نحسب probability ان الاكس اكبر من 1990 اللي هي تساوي 1 ناقص probability ان الاكس اقل من 1990 اللي هي probability السموث، فدي بتساوي 1 ماينس 0.005 اللي هي بتساوي 0.995. طلعت نفس الريزلت اللي احنا حسبناه الطريقه اللي فاتت. بنعرف الـ conditional probability، فبنقول إن الـ conditional probability of B given A تتكتب probability of B given A بتتعرف من هي probability of A intersection B over probability of A، وطبعا لازم probability of A تبقى أكبر من الزيرو علشان ما نقسمش على زيرو. طيب الرول ده بقى معناته إيه؟ إحنا هنا بنقول given A يعني أنا عرفت إن الـ A حصلت، بندور بقى على probability ان البي تحصل. فلو بصينا على السامبل سبيس اللي بالشكل ده الاي حصلت، يبقى انا عندي اللي حصل واحد من السامبل بوينت اللي جوه الاي. تمام، يعني لو ما كنتش قلت given ايه يبقى اللي حصل واحد من السامبل بوينت اللي جوه الاس بصفه عامه، لكن دلوقتي احنا عرفنا ان ايه حصل، فيبقى واحد من السامبل بوينتس اللي جوه الاي هو اللي حصل. طيب عايزين بقى نجيب probability البي، احتمال البي، ففرصة حدوث البي هتبقى جوه الاي، يعني هي في المنطقة بتاعت الاي intersection بي، وبالتالي يبقى احتمال البي نقدر نقول هي عدد النقط اللي موجودة جوه الاي intersection بي على عدد نقط الاي، وبالتالي لو قسمت بقى فوق وتحت على عدد النقط الكلية اللي هي عدد السامبل بوينت هيجيلي probability اي intersection بي على البروبابيليتي بتاعت الايه، ومن هنا يبقى عندي القانون بتاع الكونديشنال بروبابيليتي. طيب لو عايزين بقى الكونديشنال بروبابيليتي اوف ايه جيفن بي، يعني المره دي احنا عارفين ان البي هي اللي حصلت وبندور على احتمال حدوث الايه. طيب فهي برضه هتبقى ايه بنفس الطريقه، بروبابيليتي ايه انترسكشن بي على بروبابيليتي البي. طيب عندنا الاكزامبل ده بيقول لي هنا السامبل سبيس مكون من بوبليشن في تاون ما، ومعمول كلاسيفيكيشن للبوبليشن دي بالشكل ده، يعني منهم ميل وفيميل، وبرده معمول كلاسيفيكيشن على حسب هو امبلويد ولا ان امبلويد. اوكي، فانا يعني عندي 460 ميل وامبلويد، و40 ميل وان امبلويد، و140 فيميل وامبلويد، و260 فيميل وان امبلويد. التوتال الامبلويد 600، توتال ان امبلويد 300، توتال الميل 500، توتال الفيميل 400، والبوبليشن كلها 900. طيب هنا بقى طالبين بروبابيليتي، احنا هنختار بيرسون ات راندوم وعايزين بروبابيليتي ان الشخص اللي هنختاره يكون ميل جيفن ان هو امبلويد. فممكن نحلها بطريقه من اتنين، الاول هنعرف ان ام ان احنا هنختار ميل، والاي ان اللي هنختاره هيكون امبلويد، مش محتاجين بقى نعرف في ميل وان امبلويد لان هي الكومبلمنت بتاعت اللي احنا عرفناه، يعني ميل الكومبلمنت بتاعتها هي في ميل، والامبلويد الكومبلمنت بتاعتها هي ان امبلويد.
طيب احنا عايزين نحسبه، هي probability male given an employed، يعني given الشخص اللي اخترناه employed، عايزين نعرف probability ان هو يكون male. فممكن نبص لها بطريقتين، يا اما الاول ابص ان السامبل سبيس بتاعي بقى هو الامبلويد بس، ما انا عارف ان اللي هيحصل هو امبلويد، عارف ان الشخص اللي اخترته هو امبلويد، فكان عندي السامبل سبيس هو ده. طيب probability الميل بقى هو مين؟ هو 460 على العدد الكلي اللي هي 460 على 600، يبقى 23 على 30 العدد الكلي المقصود بيه العدد الكلي بتاع الامبلويد. طيب طب لو نستعمل بقى الرول بتاع الكونديشنال probability اللي احنا قلناه، اللي هو probability m given e تساوي probability m intersection e على probability e، هنحسب الاول probability e و probability m intersection e. probability e هتساوي 600 على 900 لان انا عندي 600 امبلويد و 900 العدد الكلي. طيب probability m intersection e العدد اللي في ال m intersection e هو 460. طيب ال probability بقى يبقى قسم على العدد الكلي اللي هو 900، يطلع لي 23 على 45، وبالتالي probability m intersection e هتساوي 23 على 45 اللي هي probability ال intersection على probability ال e اللي هي 2 على 3. يعني probability ال m given e تساوي 23 على 45 على 2 على 3 اللي هي 23 على 30، اللي هي نفس الريزلت اللي احنا طلعناها لو اعتبرنا السامبل سبيس هو ال e. طيب في المثال ده بيقول لي البروبابيلتي ان سكادورد فلايت انها تغير في التايم، يعني تطلع في الوقت بتاعها مظبوط 0.83. طب والبروبابيلتي انها توصل في الوقت 0.82، والبروبابيلتي انها تطلع وتوصل اون تايم 0.78. عايزين نحسب probability ان البلان هتوصل اون تايم جيفن ان هي غادرت اون تايم. فهنقول probability a جيفن دي هي probability a intersection دي على probability دي، والانترسكشن probability بتاعت الانترسكشن معطاه في المسألة، probability دي برضو موجودة في المسألة اللي هي تبقى 0.78 على 0.83 تطلع 0.9398. طيب البارت بي عايز يحسب probability انها هتغير on time given ان هي وصلت on time، يعني عايز يحسب probability دي given a اللي هي نقدر نقول probability دي intersection a على probability a، probability دي intersection a هي 0.78. طيب over probability a اللي هي 0.82، يطلع result 0.9512. طيب بارت سي بقى عايز يعرف probability انها توصل في تايم جيفن ان هي ما غطرتش في التايم، ما طلعتش في الوقت بتاعها، يعني عايزين نحسب probability ايه intersection دي complement. طيب نستعمل بقى قانون بتاع conditional، فتبقى probability ايه intersection دي complement على probability دي complement. بس اللي موضح في المسألة اللي هي probability intersection بتاع ايه مع دي مش مع دي complement، ومعطى برضو probability دي، فهنحاول نحسب بقى الايه البروبابيلتيز دي. طيب بروبابيلتي دي كومبلمنت اقدر اقول انها 1 ماينس بروبابيلتي دي، دي بسيطه. طب بروبابيلتي ايه انترسكشن دي كومبلمنت، نقدر نقول ايه ان الاي فيها جزئيه مع الدي وجزئيه مع الدي كومبلمنت، وبالتالي اقدر اقول ان بروبابيلتي الاي هي بروبابيلتي الاي انترسكشن دي زائد بروبابيلتي ايه انترسكشن دي كومبلمنت، وبالتالي يبقى probability A intersection B complement هي probability A minus probability A intersection D. نعوض بقى بالفاليوز اللي عندنا، يبقى 0.82 minus 0.78 over 1 minus 0.83، يطلع الفاليو 0.2353. طيب دلوقتي بقى نعرف حاجة اسمها independent events، نقول على two events A و B ان هما independent لو الشرط ده اتحقق، ان probability A given B هي probability A، وده معناته ان لو عرفت معلومة ان B حصلت ده مش هيزود او يقلل من احتمال حدوث A، وبالتالي ده معنى ان هما independent. طيب لو
الكونديشن ده اتحقق يبقى هنقول عليهم اندبندنت، ولو عرفت ان هما اندبندنت اقدر اكتب الايكويشن دي عشان عندي هنا اف اند اونلي اف. او ممكن بنفس الطريقه ان نقول probability b given a هي probability b، لان لو عرفت ان الاي حصلت ده مش هيزود ولا يقلل من احتمال حدوث البي. طيب ممكن بقى بالطريقه دي نكتب الرول اللي جاي ده. لو انا عندي عايز احسب probability a intersection b، نقدر نقول من القانون بتاع conditional probability ان هو probability a given b في probability b. طب دلوقتي probability a given b هي نفسها probability a، وبالتالي probability a intersection b بتساوي probability a مضروبه في probability b. طيب خلي بالك ان الاندبندنت ايفنتس مش معناهم ان هما disjoint، هما لو disjoint يبقى اكيد dependent، لان لو ال a وال b disjoint يبقى معنى كده لو ال b حصلت اكيد ال a مش هتحصل، وبالتالي probability ال a given b هتبقى 0، ولو ال a حصلت ال b مش هتحصل، يبقى probability ال b given a ب 0. لكن ال independent events معناته ايه؟ ان هما independent على بعض، فحدوث واحد لا يؤثر على حدوث الاخر. لو في واحد حصل ده مش هيزود من احتمالية حدوث التاني او يقلل من احتمالية حدوثه. طيب يبقى انا علشان اجيب البروبابيلتي بتاعت اندبندنت ايفنتس ان هما يحصلوا مع بعض، يعني بروبابيلتي الانترسكشن، ببساطه هنضرب البروبابيلتي بتاعت كل ايفنت لوحده اللي هو الرول ده. طب انا لو عندي بقى اكتر من تو ايفنتس اندبندنت، يعني لو عندي A1 A2 A3 لحد AK اندبندنت، هقدر اقول بروبابيلتي A1 انترسكشن A2 انترسكشن A3 لحد انترسكشن AK بتساوي بروبابيلتي A1 times probability A2 times probability A3 times لحد probability AK. ناخد مثال بيقول هنا عندنا في تاون 1 fire engine and 1 ambulance available for emergency. ده الطوارئ، يعني في الطوارئ يا اما هيجي بقى ايه fire engine يا اما الاسعاف لما يحصل ايه مشكله. طب البروبابيلتي ان الفاير انجن انها تكون متاحه 0.98، والبروبابيلتي ان عربيه الاسعاف تكون متاحه 0.92. طيب هنا بقى بيقول لو حصل اصابه عايزين نعرف احتمال ان الاثنين يكونوا افيلابل. طيب وهنا بيقول بافتراض ان هما الاثنين شغالين اندبندنت، فانا عايز لو عرفنا ال A وال B هي probability ان الفاير انجن والامبلانس اللي هي الاسعاف يكونوا متاحين، اقدر اقول probability A intersection B هي probability ال A probability ال B اللي هي 0.98، في 0.92 تطلع 0.9016. طيب في المثال ده بيقول لي ايه؟ السيركت دي هتشتغل لو في باص هيشتغل من A ل B، وده كلام احنا عارفينه. انا عندي في السيركت دي عشان يشتغل يمر كارنت مثلا، يعني نقول كده، يبقى لازم الفرع اللي هو اللي فوق ده شغال او اللي تحت شغال او الاثنين يكونوا شغالين، لكن لو الاثنين فاصلين يبقى ايه الدايره دي مش هتشتغل. طيب قال لك بقى ايه اسيوم ان الديفايسز دي بتفيل اندبندنت، بيحصل لها فيلنج بشكل اندبندنت، عايزين نعرف احتمال ان الدايره دي تشتغل. طيب احتمال الدايره دي تشتغل هو احتمال ان الكومبوننت الاولانيه تشتغل او ان الكومبوننت الثانيه تشتغل. طيب فانا هيبقى كذا حاجه، يا اما الاولى تشتغل والثانيه لا، او الثانيه تشتغل والاولى لا، او الاثنين يشتغلوا مع بعض. طيب ممكن اسهل من كده بقى ان انا اقول ايه، ان ده بتساوي واحد ناقص probability الكومبلمنت بتاعها، يعني probability T اور البي كومبلمنت اللي هي نقدر ايه نكتبها بدي مورجان 1 minus probability T complement and B complement. طيب احنا عندنا بقى probability T complement probability B complement independent، عندي سوري ان T complement وB complement independent، ما هو قال في سؤال كده، وبالتالي probability T complement intersection B complement بتساوي probability T complement times probability B complement. نقدر بقى نحسبها، هو هنا مديني probability ان كل component فيهم تشتغل 0.95، وبالتالي probability ان كل واحد يفيل على حتة 0.05، وبالتالي probability T complement times probability B complement
بتساوي 0.05 سكوير. يعني probability T complement intersection P complement بتساوي 0.05 سكوير. طيب اللي احنا عايزين نحسبه probability T or B اللي هي 1 minus الايه الفاليو اللي احنا حسبناها دي. وبالتالي probability T or B بتساوي 1 minus 0.05 سكوير اللي هي 0.9975. طيب في المثال ده عندنا سيركت بس اكبر بقى من اللي فاتت، بتتكون من ثلاث اجزاء، كل جزء هنلاقيه شغال في كذا كومبوننت بشكل بارل. وهنا بيقول ايه، هنفترض ان الديفايسز دي بتفيل بشكل اندبندنت، عايز يحسب بروبابيلتي ان السيركت بتوبريت. طيب عشان السيركت توبريت لازم البارت ده يكون بيوبريت والبارت ده برضو اوبريت والبارت ده اوبريت. اوكي طيب، وان هما كل كومبوننت اندبندنت، فاقدر اقول بروبابيلتي ان السيركت اشتغل هي بروبابيلتي ان البارت ده اشتغل تايمز بروبابيلتي ان الكومبوننت البارت ده يوبريت تايمز بروبابيلتي ان الكومبوننت ده يوبريت. طيب تعالى نمسك بقى كل بارت. في البارت الاولاني البروبابيلتي ان هو يشتغل هما على شكل بارل، فالاسهل ان احنا نعملها زي المساله اللي فاتت ونقول ايه، ان هي 1 ماينس بروبابيلتي ان الثلاثه كومبوننت ما يشتغلوش، لان هو البارت ده يشتغل في كل الاحوال ما عدا ان الثلاثه كومبوننت دول ما يشتغلوش. فاقدر اقول بروبابيلتي ان البارت اللي على الليفت ده يشتغل هي 1 ماينس 0.9 كيوب. 0.9 هي بروبابيلتي ان اي كومبوننت من الثلاثه دول يفيلوا، لان كل كومبوننت بتوبريت ب 0.9، فكل كومبوننت هتفيل ب 0.1، فان الثلاثه يفيلوا مع بعض يبقى 0.1 في 0.1 في 0.1، يبقى probability ان البارت ده يوبريت هي 1 minus 0.1 كيوب. طيب بنفس الطريقه probability ان البارت ده يشتغل هي 1 minus probability ان الكومبوننت دي تفيل تايمز probability ان الكومبوننت دي تفيل. طيب الكومبوننت دي هتفيل بالبروبابيلتي كام؟ 1 minus 0.95، لانها بتوبريت بالبروبابيلتي 0.95 فهتفيل بالبروبابيلتي 0.05. فهنقدر نقول بروبابيلتي ان البارت ده يشتغل هي 1 minus 0.05 تايمز 0.05، يعني 1 minus 0.05 سكوير. طيب البارت ده عباره عن كومبوننت واحد، البروبابيلتي بقى ان هو يوبريت هتبقى 0.99، وبالتالي probability ان السيركت كلها توبريت هضرب الثلاثه probability في بعض، يعني اللي هي 1 minus 0.1 كيوب تايمز 1 minus 0.05 سكوير تايمز 0.99، وتحسب بقى الريزلت يطلع لك بالفاليو دي 0.9865. طيب بنعرف دلوقتي total probability، فبنقول لو الايفنتس B1 B2 لحد BK بتكون بارتيشن للسامبل سبيس، بمعنى ايه؟ ان الانترسكشن ما بين البيهات دي فاي واليونيون بتاعهم هو الاس، فنقدر نقول البيهات دي عامله ايه؟ بارتيشننج للاس، مقسمه الاس، يعني قسمت الاس للبيهات دي، مفيش ولا بي فيهم بينترسكت مع بي تاني، واليونيون بتاع البيهات دي كلها بتساوي الاس. طيب يبقى اقدر اقول بقى لو انا عندي ايفنت ايه، اقدر اقول probability بتاعت الايه هو السمشن بتاع probability ايه انترسكشن مع البهات دي، لان هو اقدر اقول ان الايه ده حته منه في B1 وحته في B2 وحته في B3 وحته في B4 وهكذا، فاقدر اقول ان الايه هو ايه انترسكشن B1 يونيون ايه انترسكشن B2 يونيون A انترسكشن B3 لحد A انترسكشن BK، والايفنتس دي disjoint، فبالتالي probability A هو مجموع probability A انترسكشن BI، يعني probability A انترسكشن B1 زائد probability A انترسكشن B2 زائد probability A انترسكشن B3 لحد probability A انترسكشن BK، وبالتالي اقدر اقول ان probability بتاعت A هو summation ل probability BI انترسكشن A، والI بتتحرك من 1 لحد K. طيب probability الانترسكشن ده اقدر اقول ان هي probability بي اي مضروبه في probability A given بي اي، وده من قانون ايه الكونديشنال اللي احنا خدناه من شويه.
او ده الاثبات بتاعها. بنقول ان ال A اقدر اكتبه على الشكل B1 intersection A union B2 intersection A union لحد BK intersection A. يبقى probability بتاع A هي probability بتاع right hand side ده، وعندي الترمات اللي هي ما بين اليونيون كلهم disjoint، فprobability اليونيون ده هيبقى probability كل واحد مجموعة التاني، اللي هو هتساوي summation probability B I intersection A اللي هي من الكونديشنال. هنقول summation probability B I probability A given B I وال I من 1 لحد K. ناخد مثال بيقول لي عندنا هنا 3 ماشينز B1 B2 B3، وماشين دول بيستعملوا عشان نعمل جزء من الانتاج اللي هو ايه 30% 45% 25% بالترتيب. يعني B1 بتستعمل علشان نطلع 30% من الانتاج، و B2 بتستعمل عشان ننتج 45% و B3 25%. طيب وقال ايه بقى معروف من الاكسبيرينس ان 2% و 3% و 2% من البرودكتس المعمولة بكل ماشين على حدة يعني ديفكتيف بالترتيب كده. يعني البروبابيليتي ان البرودكت اللي يجي من B1 يكون ديفكتيف 2%، بروبابيليتي ان البرودكت اللي يجي من B2 يكون ديفكتيف 3%، بروبابيليتي ان البرودكت اللي يجي من B3 يكون ديفكتيف 2%. طيب دلوقتي هنختار برودكت ات راندوم، عايزين نعرف probability ان هو يكون effective. فهنقول ايه؟ هنعرف ال A هو ان probability ان هو ان البرودكت يكون effective، وهنعرف ال event B1 هو ان البرودكت يكون مصنوع بايه من الماشين B1. B2 هو ال event ان البرودكت يكون مصنوع باستعمال الماشين B2، وB3 هو الايفنت ان البرودكت يكون مصنوع باستعمال الماشين B3. طيب نقدر نرسم التري دايجرام دي للتوضيح. هقدر اقول ايه؟ انا عندي من البوينت دي اقدر افرعها لثلاث افرع B1 B2 B3. probability B1 هي بوينت 3، probability B2 بوينت 4 5، probability B3 بوينت 2 5. لاحظ ان المجموع الارقام المتفرعة من بوينت لازم كلهم يكونوا واحد، لان مجموع البروبابيلتي دي لازم يكون واحد. من ايه؟ من البوينت دي، لان من البوينت دي يا اما يجيلي بي واحد برودكت من بي واحد او من بي اتنين او بي تلاتة، فالمجموع ده طبعا بيطلع كام؟ واحد. طيب من عند البوينت دي بقى اقدر اقول ايه؟ يا اما البرودكت يكون ديفكتيف يا اما لا. احنا هنا رسمين بس ان البرودكت يكون ديفكتيف لان ده اللي يهمني يعني. فاقدر اقول probability الـ A given B1 هي 0.02. طيب من هنا B2 النقطة دي هنقول probability الـ A given B2 هي 0.03، ومن البوينت دي هقول probability الـ A given B3 0.02. طيب احنا عايزين بقى ايه؟ نحسب probability الـ A اللي هي probability defective. فاقدر اقول باستعمال الـ total probability rho هي probability B1 مضروبة في probability الـ A given B1 زائد probability B2 مضروبة في probability A given B2 زائد probability B3 مضروبة في probability A given B3. طيب الترم الأولاني ده هنحسبه ازاي؟ اللي هو probability B1 في probability A given B1، هضرب probability B1 اللي هي 0.3 في probability A given B1 اللي هي 0.02، يطلع لي 0.06 اللي هو ايه؟ الفاليو دي. طيب الترم التاني probability B2 مضروبة في probability A given B2 هتساوي بقى probability B2 اللي هي 0.45 هضربها في probability A given B2 اللي هي 0.03 تطلع 0.0135. طيب الترم بقى التالت ده اللي هو probability B3 مضروبة في probability A given B3 هتطلع من بقى من ال 3 diagram ده تبقى 0.25 مضروبة في 0.02 اللي هي 0.005، والفاليوز بقى كلها تبقى 0.0245. دلوقتي عندنا البيز رول
بنقول probability A given B أقدر أكتبها على شكل probability B given A في probability A over probability B. طيب وده جاي من إيه بقى؟ إحنا كنا خدنا في conditional probability إن probability A given B بتساوي probability A intersection B over probability B. طيب probability A intersection B بقى أقدر أكتبها إزاي؟ أقدر أقول إنها probability B given A في probability A على probability B اللي هو القانون بتاع البيز سيرم. طيب الرول ده بقى فايدته ايه؟ لو انا عندي B given A بس عايز احسب A given B فاقدر استعمل ايه الرول ده عشان احسب probability A given B. طيب بنقول لو انا عندي A1 و A2 لحد AK mutually exclusive and exhaustive events، يعني معناها ان هما بيمثلوا partitioning sample space، يعني intersection ما بين اي اتنين بفاي، والبروبابيلتي بتاعت الايفنتس دي كلها بتساوي اس. طيب فاقدر اقول بقى ان probability اي واحد given b هي بتساوي probability b given اي واحد في probability اي واحد over probability b. probability b نفسها اقدر اجيبه بقى من التوتال probability رو بتساوي probability b given اي واحد في probability اي واحد زائد probability b given اي اتنين في probability A2 وهكذا زائد probability B given AK في probability AK. يعني هو قانون بتاع البيس سيرم العادي بس فكينا probability B باستعمال total probability rule. انت ممكن تستعمل الرول ده او ممكن بدل ما تستعمل الرول ده تحسب الاول probability B استعمال total probability rule وبعد كده بقى تستعمل القانون اللي هو الاولاني ده عشان تستعمل probability A1 given B. او انت يعني مش عايز تستعمل القانون الكبير ده ايه مره واحده، تجيب الاول probability B استعمال total probability لو اللي هو الدينوميتور ده هو ده probability B، بعد كده بقى تستعمل بيس سيرم عشان تحسب probability A1 given B اللي هو يبقى probability B given A1 في probability A1 على probability B، بس ده خلاص هيكون ايه الدينوميتور ده هيكون اتحسب. طيب عندنا في المثال ده بقى بيقول ايه، لو رجعنا لمثال 12 المثال اللي فات يعني، وهنا هنختار كومبوننت ات راندوم وهنلاقيه ديفكتيف، احتمال ان هو يبقى جاي من ماشين بي 3، يعني احنا عايزين هنا يجيب probability بي 3 جيفن ايه. طيب لو بصينا على الجيفن اللي كان عندنا المعطيات اللي كانت عندنا في المساله، هو كان مديني probability defective جيفن بي 1 وprobability defective جيفن بي 2 probability defective جيفن بي 3، لكن ما كانش عندي probability بي 3 given effective، فيعني هنا اهو عندي probability effective given اي 3. فعلشان بقى احسب probability بي 3 given effective هنستعمل البيس سيرم، فبقول probability بي 3 given A بتساوي probability A given بي 3 في probability بي 3 على probability A. probability A حسبناها من المثال اللي فات 0.0245، يبقى بقى احسب دلوقتي probability بي 3 given A هي probability A given B3 هي 0.02 اهي اللي هي الفاليو دي. طيب probability B3 اللي هي 0.25 اهي كتبناها هنا على probability A اللي حسبناها من المثال اللي فات 0.0245، نحسب بقى الفاليو دي تطلع 0.2041. طيب في المثال ده بقى بيقول لي ايه، عندي manufacturing بت Involves three analytical plans for design of development of a particular product. طيب هنلاقي بقى ايه البلانز 1 و 2 و 3 used علشان اعمل 30% و 20% و 50% من البرودكتس. طيب وكانت defect rate اللي هي probability defect given اي بلان فيهم كان بالشكل ده، probability دي given ب 1 يعني probability defective given B1 given ان انا عملت برودكت من B1 تساوي 0.01، probability defective given B2 0.03، probability defective given B3 0.02. طيب وعايزين نختار برودكت ات راندوم، لو لقيناه ان هو ديفكتيف بنقول ايه انهي بلان كانت بشكل باحتمال اكبر تكون هي ايه اللي كانت مسؤوله عن انتاج البرودكت ده. فبنقول هنا نطلع المعطيات من المسألة، أول probability البناية الأولانية 0.3، probability البناية الثانية 0.2، probability البناية الثالثة 0.5،
طيب وهو مديني البروبابيلتي effective given كل بلين. طب عشان اعرف اكتر بلين او الاحتمال ان انهي بلين تكون هي المسؤول عن الديفكتيف ده الاحتمال الاكبر لانهي بلين، هعمل ايه بقى؟ هجيب probability كل بلين given effective، يعني احسب probability ال B1 given effective، probability B2 given effective، probability B3 given effective. الاحتمالها دي تبقى اكتر، الفاليو الاكتر، يبقى هي اكتر بلين محتمله ان هي تكون هي اللي طلعت البرودكت ديفكتيف. طيب هنلاقي بقى كل واحده عشان نحسبها هنحتاج ايه؟ البيز رول. فاقول probability B1 given defective تساوي probability B1 في probability D given B1 على probability D. probability D دي بقى اقدر اكتبها باستعمال التوتال probability لو بالشكل ده، اللي هي probability B1 probability D given B1 زائد probability B2 probability D given B2 زائد probability B3 probability D given B3. نكتب بقى الفاليوز دي، يبقى 0.3.01 over 0.3 times 0.01 زائد 0.2 times 0.03 زائد 0.5 times 0.02 يطلع لي الكلام ده 0.003 over 0.019 اللي هي 0.158. دي كده probability B1 given D. طيب هنحسب بقى probability B2 given D اللي هي تبقى probability B2 اللي هي اهي في probability D given B2 اللي هي 0.03 على probability دي اللي احنا حسبناها بقى من البرو في فات دي في السطر اللي فات على طول اللي هي 0.019 اللي هي كانت ايه اللي فكناها بالتوتال probability لو بالشكل ده، لما حسبناها كان طالع 0.019. هيطلع بقى probability B2 given D هي 0.316. بنفس الطريقة نحسب probability B3 given D اللي هي تبقى probability ال B3 اللي هي 0.5 زائد مضروبة في probability D given B3 اللي هي 0.02 على probability D اللي هي 0.019 يطلع 0.526. لو بصينا بقى على values دي هنلاقي probability B3 given D هي أكبرهم، وبالتالي يعني أكبر أهو من probability B2 given D وأكبر من probability B1 given D، وبالتالي يبقى متوقع بنسبة أكبر إن B3 هي اللي تكون إيه اللي طلعت البرودكت ده. يبقى باحتمال اكبر ان البرودكت ده يكون جاي نتيجة استعمال البلان بي 3، لان probability بي 3 given دي هي اكبر فاليو فيه. في المثال ده عندنا electrical system مكون من 4 components زي ما هو موضح بالشكل component A و B و C و D. الريلابيليتي اللي هي probability of working بتاع كل component موضحة في الشكل، يعني probability ان component A تشتغل 0.9، ان component B تشتغل 0.9، probability ان component C توبريت 0.8، probability ان component D توبريت ب 0.8. هنا بقى ايه طالب probability ان الانتاير سيستم اشتغل، يعني السيستم كله اشتغل، وان ده بارت ايه بارت بي ان كومبوننت بي ما تشتغلش جيفن ان السيستم كله اشتغل، وقال لي ان الفور كومبوننتس دول شغالين اندبندنت. تمام. طيب احنا دلوقتي بقى هنحسب هنحل بارت ايه، يعني عايزين نجيب بروبابيلتي ان السيستم كله اشتغل. طبعا السيستم ده عشان يشتغل لازم ايه كومبوننت A تكون شغالة و B تكون شغالة، و يا إما C أو D تشتغلوا يا الاتنين يكونوا شغالين. يعني أقدر أقول probability إن السيستم work هي probability A intersection B intersection C union D. طيب بما إن هما independent يبقى أقدر أقول إيه، يعني الكومبوننتس دول بيشتغلوا بشكل independent، فأقدر أقول إن probability D بتساوي probability A في probability B probability C union D. طيب probability A و probability B الفاليو بتاعتهم معانا. طب probability C union D ليها احتمالات كتير، يا C تشتغل يا D تشتغل يا الاتنين يكونوا شغالين. فاحنا قلنا في البرايل الاسهل بقى ان احنا نقول ايه 1 minus probability C union D dash اللي هي تتحول 1 minus probability C complement intersection D complement. طيب وبما ان هما بقى C و D independent فاقدر اقول ان الكلام ده بتساوي 1 minus probability C complement probability D complement.
طيب دلوقتي بقى هنعوض بالفاليوز اللي عندنا، probability ال A ب 0.9، probability ال B ب 0.9، و probability ال C complement هتساوي 0.2، probability ال D complement هتساوي 0.2، نحسب الكلام ده يطلع 0.7776. طب كده احنا حلينا بارت ايه. طب بارت بي بقى بيقول ايه؟ عايز probability ان السي ما تشتغلش given ان السيستم شغال. probability ان السي ما تشتغلش given ان السيستم شغال. طيب فاحنا بقى ايه الاسهل؟ ان احنا نستعمل بيز رول عشان ايه نعكس الكونديشنال دي. فنقول ان ده بتساوي probability ان السيستم يشتغل given ان السي given سي داش، يعني given ان السي شغال يعني، مضروبة probability C داش على probability ان السيستم يشتغل. طيب probability السيستم يشتغل اللي هي في الدينومينيتور دي حسبناها من بارت ايه. طب probability C complement اللي هي تبقى 1 minus 0.8 اللي هي 0.2، تمام. طيب يبقى احنا دلوقتي عايزين نشوف هنحسب ازاي probability ان السيستم يشتغل given C داش، يعني given ان C مش شغالة. طيب لو انت عرفت ان C مش شغالة، يعني الحتة دي كده مقطوعة، احتمال ان السيستم يشتغل. عشان السيستم يشتغل يبقى لازم A و B و D يكونوا شغالين. فاقدر اقول probability ان السيستم يشتغل given C داش هي probability A intersection B intersection D. طيب وبما ان هما independent فهنضرب probability في بعض، فهنقول 0.9 في 0.9 في 0.8 اللي هي probability A في probability B في probability D. طيب وبعد كده هضرب في probability C داش اللي هي 0.2 وهقسم على probability ان السيستم يشتغل اللي هي 0.7776، يطلع الكلام ده 0.1667.